بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية طبعا سعيد بوجودي مع حضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. سعيد بوجودي مع المنصة الكريمة، مع أساتذتي الأعزاء وزملائي وأبنائي الأحباء. بشكر الأخ العزيز أستاذ الدكتور هاني الميقاتي والزميلة الأخت الدكتورة بتول محمد حسن على كريم دعوتهم إن أنا أكون معاكم النهاردة. النهاردة إن شاء الله يعني أنا هتكلم على البيدياتريك أزمة أبديت. صعبة طبعا في ربع ساعة أتكلم على الأبديت، أنا هحاول أتكلم على what is new and what is important in the field of pediatric asthma. من شهر تقريبا 3 مايو 2022 الورلد أزمة دي WHO بتعمل يوم للأزمة for orientation about أزمة، حجم المرض، أهميته، خطورته، كيفية التعامل معاه وبيعملوه. فكان الشهر اللي فات بالضبط من أقل من شهر الورلد أزمة دي. الجينا جايدلاين في 2022 بتقول إيه؟ بتقول closing gaps in asthma care، يعني في gaps في الأزمة كير، الكير اللي بنقدمه للأزماتيك تشيلدرن مش مظبوط، بدليل إنها قالت gaps مش جاب واحد in asthma care، يعني لازم نشوف ايه الجابس دي to be corrected and to be filled. وفي اللانست شهر السنة اللي فاتت اكتوبر 2021 قالت the missing pieces in childhood asthma puzzle، قالت الازمة دي بازل، والبازل دي في حاجات كتيرة لوست، مفقودة، لازم نحاول نلاقيها ونحلها عشان نعمل proper management للأزمة بأهميتها زي ما هتكلم بمشكلة الأزمة. ايه الفاكتس اللي اتقالت في الكلام اللي فاته في الـ WHO؟ قالت ان البيدياتريك أزمة is the most common chronic disease affecting children، نمبر واحد في الرانكينج على مستوى العالم في developing والdeveloped. قالت ان الأزمة is an inflammation، inflammatory disease of the airway، يعمل لي narrowing ويعمل لي كل symptoms و signs of pediatric asthma. قالت ان الأزمة لها burden، صور اكثر من 350 مليون شخص عندهم أزمة على مستوى العالم، الكلام ده كان صديف 2019. وقالت الأزمة بتموت ما يقرب من 500,000 شخص adult and children، مش بس أطفال. إذن ده مرض مهم common وليه morbidity وليه mortality. وقالت اللي كلنا لازم نعرفه إن الـ inhaled therapy هو الـ management of asthma، ما بيدوش غير inhalers سواء كانت steroid أو non-steroid. الأزمة is a complex chronic disease، في triad، في inflammation، في هايبر ريسبونسيفنس، في ريفرسيبيليتي. ده الديفينيشن اوف ازمه. والازمه مش ديزيز، الازمه سندروم هيتروجينس، يفرق من طفل لطفل لطفل. وياما اتكلمنا قبل كده على الازمه فينوتايبس ان تشيلدرن. طيب نيجي نشوف دي الجينا ريبورت، كان زمان جايد لاين دلوقتي بيسموها ريبورت، في 2022 ابديتد قريب قوي. نشوف قالوا ايه الجديد المهم اللي احنا لازم نعمله to fill the gaps in management of pediatric asthma. قالوا الـ diagnosis of asthma، قالوا مشكلة diagnosis of asthma difficult وخاصة في أول 5 سنين من العمر. ليه؟ لأن أي طفل كومون يجيله recurrent respiratory tract infection، ومعظمهم بيجي لهم اللي عنده respiratory tract infection cough and wheeze. طب ما هي الازمه بتيجي بكوف اند ويز برضو. عشان كده الصعوبه كلها مش في الطفل الكبير، تشخيصه سهل جدا، في الطفل الصغير في اول 3 او اول 5 سنين من العمر. فدي اول حاجه قالوها ريكيرنت سبيتراكت انفيكشن، والاوفرلاب مش كلهم، 50% بيجي لهم ويزز وكوف، انما مش 50% منهم هيبقوا ازماتيك. وقالوا ان البريفيوس كلاسيفيكيشن اوف فينوتايب، كنا بنقسم فينوتايب حاجه اسمها ايبيزوديك وفي حاجه اسمها مالتي تريجر أزم ويزز، قالوا لا ده احنا محتاجين نعمل another new phenotype و endotype for asthma management in the proper way. طب ازاي نشخص أزمة في طفل عنده 5 سنين؟ كلكم وخاصة الشباب الجميل اللي قاعد معانا، ازاي اشخص أزمة في طفل اقل من 5 سنين؟ difficult، انما لو مشينا واحدة واحدة هنلاقي الموضوع مش so difficult. اول حاجة
تشخيص الأزمة بيعتمد على إيه؟ نمرة واحد wheezing or coughing usually triad cough, wheeze and dyspnea. دول بيجوا إمتى؟ بيجوا مع الإكسرسايز، بيجوا مع الإيموشنال، بيجوا مع السليب والأكتيفيتي. usually not associated or not related to cold، يعني ما جالوش برد بس صدره بيكح وبيزيق. أول حاجة. نمرة اثنين history of allergy في الفاميلي، في الإما عند نفس العيان كان أتى تايم عنده allergic disease تحسن أو ما تحسنش وظهر عليه اللي هو بنسميه allergic march أو atopic march، وخاصة في الفيرست ديجري ريليتيف. بسأل الأب وبسأل الأم أنتوا تعبانين، حد من الإخواته تعبانين، لو قالوا أبي سهل لنا شوية الدنيا. ولو العين ده جربت معاه inhaled steroid for management وتحسن، كل دول in favor of asthma diagnosis in the first few years of life. لا عايزين حاجة أحسن شوية. في واحد اسمه كاسترو رودريجيز من فترة طويلة عمل حاجة اسمها أزمة بريدكتيف إندكس. أنت قاعد والأم قاعدة قدامك في العيادة بتقول لك عنده حساسية ولا لا، عايزة تعرف. ممكن الإجابة تبقى سهلة، ممكن الإجابة تبقى صعبة. فعملوا حاجة اسمها أزمة بريدكتيف إندكس وعملوا موديفيكيشن وتغيرت، في الآخر قالوا حاجة اسمها موديفايد أزمة بريدكتيف إندكس دي to facilitate and simplify diagnosis of bronchial asthma in the first few years of life. نيجي نشوف طفل بيجيله recurrent respiratory tract infection و recurrent wheeze في أول 3 سنين من العمر. السؤال أزمة or not أزمة؟ That's the question. طيب هنقول لو جاله في السنة أكتر من 4 مرات cough and wheeze، منهم على الأقل مرة يكون الدكتور اللي شخصها، ما اعتمدش على كلام الأم. الويز ده ممكن تكون أم الواد بيشخر مناخيره وبتسمع صوته كأنه ويز. لا، منهم at least one physician diagnosed. هشوف قالوا زي جونز كريتيريا روماتيك فيفر، قالوا في ميجور كريتيريا وماينور كريتيريا. قالوا الطفل اللي عنده أكثر من 3 مرات، لو عنده واحدة ميجور أو عنده 2 ماينور، يعني البوزيتيف أو نيجاتيف. إيه هم الميجور؟ بسأل الأم بوضوح، انت او بابا حد منكم عنده حساسيه او عنده اليرجيك ديزيز؟ نمره واحد. لو قال اه يبقى غالبا ده هيبقى ازمه. نمره اثنين بارنتال هيستوري، الطفل نفسه وهو صغير في اول كم شهر من العمر جاله اكزيما، اتحسنت الاكزيما وابتدى يكح ويزيق، دي ميجور كرايتيريا، غالبا هيبقى ده ازماتك. او يكون في اليرجيك سنسيتايزيشن للانهيلد، بيشم حاجه صدره بيزيق. لو لقيت واحده من الميجور يبقى انا عندي بوزيتيف ازمه بريدكتيف اندكس، او اثنين ماينور. اثنين ماينور دول فود الرجي، سواء كان كاو ميلك الرجي او فود الرجي بصفه عامه، دي واحده ماينور ما اعتمدش عليها لوحدها. نمره اثنين ويزنج نوت ريليتد تو كولد، بيزيق من غير ما يكون عنده برد، دي انذر ماينور. واخر حاجه الايسينوفيليا. اذا الطفل اللي جاي بريكرنت ويز عنده واحده ميجور وعنده، يبقى اقول ده بوزيتيف او اندكس. نيجي نشوف او نيجاتيف. لو بوزيتيف اندكس غالبا ده هيبقى ازماتك، اكتر من 75% هيبقى ازماتك في اتليست في السكول ايج. طب لو نيجاتيف اندكس، لا ده مش ازمه، 95% مش هيبقى ازماتك. اذا دي طريقه سهله من الهيستوري، بسال الام كام سؤال مع الريكرنت ويز اقدر اشخص بيها البيدياتريك ازمه ان ذا فيرست فيو ييرز اوف لايف. ايه الجول اوف ازمه مانجمنت؟ ايه الهدف ان انا اعمل ازمه مانجمنت؟ to produce asthma control. الأزمة كنترول يعني إيه؟ يعني أحسن quality of life، يعيش normal، يلعب، ينام، يخرج، يتفسح، يسافر بأقل medication، وفي نفس الوقت عايز أقلل الريسك. لو هو في ريسك طبعا ريسك، ريسك of medication، ريسك of admission، ريسك of ICU and ريسك of death. ولسه قايل حوالي 500,000 شخص بيموتوا من الأزمة annually yearly. دي كريتيريا، يا اما العيان بتاعي ده والكنترولد مور اور ليس، يعني كويس كل فين وفين كده شويه تزييق او بخاخين وخلاص وخلصنا. يا اما بارشلي كنترولد، لا ده هو ما زال عنده بعض المشاكل. يا اما توتالي ان كنترولد، سوري. يبقى دي لو عملنا بروبر ازمه كنترول يا جماعه للعيانين، they will enjoy normal lifestyle، هيعيشوا حياه طبيعيه. حد عارف مين دي؟ مش تعرفوهم دول بقى، يعني اللي كانوا الموفي ستار في الثمانينات والتسعينات لما كنا احنا لسه شباب، ليزا مانيلا، اليزابيث تايلور، شارون ستون،
اثليتس تايسون بيكم محمود الخطيب دولة افريقيا راحت مننا وكلينتون نيكسون جيفارا روزفلت كل دول يجمعهم حاجه واحده كانوا ازماتيك تشيلدرن انما مع البروبر ازمه مانجمنت عاشوا حياتهم وبقوا ستارز في كل واحد في المجال بتاعه. اذا الازمه كنترول دي تشالنج احنا المفروض نعملها عشان الطفل بتاعنا تو انجوي نورمال لايف. الجينا قالت في سايكل فور ازمه كنترول. السايكل دي عباره عن ايه؟ اول حاجه شخصت ازمه وقيمت الموقف، اعمل اول حاجه اسس، طيب خلاص نبتدي العلاج ستارت تريتمنت، وزي ما اتفقنا الانهيلد ستيرويد هي الكورنر ستون اوف مانجمنت اوف ازمه، وتابع العيان بتاعي محتاج اعمل له زود حاجه اشيل حاجه اعمل ستيبنج اب ستيبنج داون اخر حاجه اللي هو ده بنسميها السايكل. ببتدي بشخص ببتدي العلاج واكوردنج للسيتويشن ستيبنج اب ستيبنج داون لحد ما اشوف. دي السايكل. دي الجينا جايد لاين اللي هي 2021 القديمه. يا ترى هل في ابديت فيها؟ علاج الازمه في الاطفال اقل من 5 سنين هم 4 ستيجز 1 2 3 4. نلاحظ هنا ما بيدوش حاجه خالص، نلاحظ هنا بيدوا ستيرويد سمول دوز، يبتدي يعلى بالدوز يبتدي يعلى، لو وصلنا لستيب 4 معلش لا يكلف الله نفسا الا وسعها واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. روح الحد بتاع ازمه في تخصص كده اسمه ديفيكلت ازمه مانجمنت. طيب ايه الجديد بقى في الابديت اللي لسه الجين اللي نازله 22 دي؟ قال لك ستيب 1 كونسيدر انترميتنت شورت كورس اوف ستيرويد. قال لك بدل ما ادي العيان 3 اشهر انهيلد ستيرويد رغم اننا بنقول انها سيف بالتاكيد مش 100% سيف، قال لك هخلي بس الانهيلد ستيرويد دي شورت كورسز مع الاونست اوف فايرال انفكشن. وانس ابتدى يكح مناخيره سايبه داخل في برد انا عارف ان هو عنده هيستوري كرنت ويز مع ابتدي على طول اديله شورت كورس اوف ستيرويد، يبقى انا كده حميته من لونج كورس اوف ستيرويد. نفس الكلام بيتعمل في ستيج 2 برضه، وبعد كده بضطر بقى بدي الكونتينوس 3 اشهر اب اند داون. دي الجايد لاين في ستيج بتاعت السن اكبر من 5 سنين. نفس الكلام قلنا لو دوز في ستيرويد وابتدي اعلي الدوز او اضيف اد اون ثيرابي يا اما لابا يا اما حاجات ثانيه. وصلنا للمرحله الخامسه لا معلش اقف بقى شويه ابتدي افكر في البيولوجيكال ثيرابي فور بيدياتريك ازمة او افكر في اللاما اللي هي لونج اكتنج ماسكارينيك انتاجونست زي الابراتروبيوم بس حاجات نيو جينيريشن منها. طب لقيت حاله يعني ايه ديفيكلت ازمه؟ ازمه مش نافع معاها حاجه، اعمل ايه؟ اول حاجه اشوف العيان ده بياخد بخاخه صح ولا لا قدام عيني، انا بعمل كده في العياده، انزلي هاتي البخاخه واطلعي لي، وفي الفولو اب هاتي البخاخه معاكي وانت جايه، ده مهم جدا، واشوف الكومبلاينس، ليه هو مش كومبلاينت؟ ليه ما بياخدش العلاج؟ ما يمكن الازمه اصلا مش ازمه، ده رونج دايجنوزيس. لا ده احنا محتاجين نظبط ناخد هيستوري تو اكسكلود دي كونديشن ويتش ماي ريسامبلينج اور ميميكينج ازمه. بعد كده ببتدي اعمل ستيبنج اب في العلاج، فشلت ابعته لحاجه اسمها ديفيكلت ازمه كلينيك معروفه بره مستشفى في سنتر كده الازمه الصعبه يروح لها شوف سببها ايه. ده حاجتين كده ابديتد في ده في حاجه 22 موجوده في الاب تو ديت، وده في منشوره في اللانس البيدياتريكس بتتكلم على ايه؟ بتتكلم على وات از نيو. هنحاول بسرعه كده دقيقه واحده في كل حاجه نيو. اول حاجه نيو ازما جايد لاين فور انهيلد ستيرويد، قالوا عايزين نسهل الدنيا، ده ازمه دي كومن ومشاكلها كتيره والبردن بتاعها عالي وممكن الطفل يموت من اكيوت سيفير ازمه، طب سهلوا الدنيا عملوا حاجه اسمها سمارت. ايه السمارت دي؟ بدل ما لخبط الطفل واديله بخاخه زرقاء وبخاخه موف وبخاخه حمراء لما تتعب لا لخبطه، قالوا طب ما احنا نديله بخاخه واحده بس فيها الكومباينيشن بين المينتنس ثيرابي اند ريليفر. ده السمارت تكنيك اللي هو عباره عن ايه؟ انتروداكشن سنجل مينتنس اند ريليفر في بخاخه واحده، بخاخه الصبح وبخاخه بالليل الدنيا بقت سهله قوي هيمشي كويس ويبقى ويل كنترولد ليتر اون. ده اول حاجه جديدة أو ماشيين عليها دلوقتي. الحاجة الجديدة عبارة عن إيه؟ انهيلد سترويد بلس لابا، بس لازم نعرف كلنا
ان اللابا is contraindicated before the age of 5 years and never to be given as monotherapy. اذا الكلام ده حلو قوي. طفل فوق 5 سنين، تحت 5 سنين، ما احنا قلنا تحت 5 سنين هندي intermittent short courses of inhaled steroid just a few days، بنوبيلايزر بانهيلر بواتيفر just a few days، واشوف اتحسن ومشي كويس ممكن تظبط الدنيا، ما اتحسنش ابتدي بقى ادخل بقى الاي سي اس بالديفرنت ليفلز مايلد مودريت اور هاي دوزز اوف ستيرويد. ابتدوا يحسوا بينا، ابتدوا يشوفوا في الجايد لاينز الجديده ازمه ان لو اند ميدل انكم كانتريز في الدول. طب ليه اهتموا بينا؟ لان اتفاجئوا بالارقام، 96% باللي بيموتوا من الازمه بيموتوا عندنا في الديفلوبينج كانتريز low and middle income countries، و 94% من morbidity disease adjustment disability. اذا مشكلة الازمة عندنا. طب ما هي الازمة واحدة، هي ازمة تفرق في مصر عن امريكا عن اوروبا؟ الازمة واحدة انما الانفايرومنت مش واحد، البوليوشن المانجمنت مش بالفاسيلتي اللي عندنا، ما عندهمش عندناش الانشورنس بتاعهم والفاسيلتي. اذا احنا محتاجين كير اكثر من اللي عندهم بره، لان معظم الموربيليتي والمورتاليتي عندنا احنا. حاجه مهمه قوي يا جماعه، من حق كل عيان عنده برونكيال ازمه يعرف راسه من رجله، يبقى عنده اكشن بلان. ازمه هيتروجينوس، ازمه فاريبل، ازمه سيزونال، لازم اعرف لما تتعب هتعمل ايه، هتروح لمين، وهتاخد دواء ايه، وهتتحرك ازاي. عشان كده قالوا ازمه اكشن بلان، قالوا لازم تبقى ريتن. ما ينفعش اقول بالبق لما تتعب يا ابني بروح المستشفى كذا واقول لهم انا جاي من طرف الدكتور ثروت، ما ينفعش. انت عايز دوكيومنت برينتد موجوده، العيان يبقى عنده كوبي، والام عندها كوبي، والسكول تيتشر عندها كوبي. لما تتعب اعمل كذا، خد بخه، خد بختتين، ما استجبتش اطلع على الامرجنسي روم، وهكذا على طول. ما استحسنش 999 واطلع على الامرجنسي روم، لان معظم حالات الازمه ديسيس بتبقى unpredicted and avoidable at the same time، ولازم تبقى documented، متفقين كده بورقه، دي اسمها بتبقى written action plan. تعتمد سيمبلي في الاطفال فوق 5 سنين على البيك فلوميتر، وبتحدد لي الترافيك. انت كويس قوي، الاخضر رقم البيك فلوميتر بتاعك كويس، لا اصفر في something wrong، احمر دينجر ما فيهاش هزار اطلع جاري على المستشفى. وادي اكزامبل ليها هاو تو نو ذا ازما زون. انت ماشي كويس، نفسك حلو والدنيا كويسه، خليك زي ما انت ماشي يا ابني على العلاج بتاعك. بعد 3 اشهر ستيبنج اب وستيبنج داون، لا ده نفسك ابتدى يبقى مش حلو، ابتدى يكح كتير، ابتدى يزيق كتير، واخر حاجه ابتدى نفسك يتعب، نتصرف. الفيبنج قالوا مهم قوي، ذكرت انا بتكلم عليها بقالي سنين، ابتدى يتكلم عليها دلوقتي الجينا جايد لاين في اخر حاجه، قال لك الالكترونيك سموكينج فيري دينجرس اند بريسيبتيتنج اثما. بص مكتوب الكلام ده ايه، الاب يقول لك لا انا ما بدخنش سجاير الحمد لله، بحط سيجاره ببوقي، بس انا بدخن فيب، الالكترونيك سموكينج والعلاقه البوليوشن و ادي الفيبنج مر بمراحل كانها مثلا اختبار ولا اختراع جميل حلو، وصلوا اخر حاجه البودز دي، تلاقي الشاب الجميل قاعد عمال في الدخان حواليه، بصوا المنظر، وشركات بتاعت الفيبنج جميله عماله تنزل حاجات ملونه عشان لون طقم الفستان والقميص بتاع، وبيحطوا فيها اروما عشان يبقى الريحه جميله وحلوه. بصوا يا جماعه، اوت بريك اوف لانج انجري اسوشيتد ويز يوز، ده الكلام ده امتى؟ الكلام ده من شهرين فاتوا، ابريل 2022. الكترونيك سيجاريت از سيريس، مور سيريس ذان تراديشنال سموكينج، ودي كانت مقارنه بين السجاير العاديه والسجاير الالكترونيه زي ما بيسموها، تاثر على كل مش بس اللانج، البرين والاميونيتي والهارت والبيهيفير. إذا لازم مفيش هينفع عيان أزمة وأبوه بيدخن، يدخن سجاير، يدخن شيشة، يدخن فيب، ممنوع نهائياً. آخر حاجة نتكلم عليها استخدام البيولوجيكال ثيرابي، أصبحت موضة وأصبحت مهمة وبينيفيشيال، وموجود في مصر منها كذا نوع دلوقتي. بستخدم إيه البيولوجيكال؟ عندنا حاجة زي الأنتي أي جي إي، زولير كلكم عارفينه، في أنتي انترلوكين 4 وانترلوكين 5 وانترلوكين 4 ريسبتورز، كل دي بتستخدم بس في السيفير ازمه، ولازم يكون حد ازمه سبيشاليست، ولازم تتاخد
under medical supervision. وخلوا بالكم العيان السيفير ده لازم ياخد مينتنانس اورال ستيرويد which is not recommended. ليه مشاكل كتيرة انما جينا جايدلاين حطاها بس العيان ده خلي بالك محتاج لونج تيرم اورال بدي المينيمال دوز اللي تظبط العيان. ادي اكزامبل للبيولوجيكس الموجوده موجوده عندنا في مصر الزرير كلكم عارفينه وماريزوماب عندنا الدوبيكسنت انتي انترلوكين 4 ريسبتور عندنا نيوكالا انتي انترلوكين 5 ريسبتور وعندنا الفاسينرا الثلاثه دول خدوا ابروفال ابتداء من 5 سنين في مصر في العالم سوري في دي ايه الثاني دوت لسه 12 سنه فما فوق. طب امتى اديهم سيفير ازمه تايب 2 ازمه هايبر ايزينوفيليك ازمه بيجيب نتائج حلوه قوي للعيان بس عيب ان هو اكسبنسيف بقى طبعا فيها لجعه نفق للدوله للحالات اللي مستاهله. اذا نلخص الكلام اللي قلناه بيدياتريك ازمه از ذا موست كومون كرونيك ديزيز ان ذا تشيلدرن اول اوفر ذا وورلد نمره واحد. ازمه كنترول از ذا موست امبورتنت جول هدف اوصل العيان بتاعي يبقى ويل كنترولد مش بارشالي حتى. طب ودي قلنا وجبنا امثله للعظماء في السياسه وفي الفن وفي كل حاجه انهم بقوا ويل كنترول بالبروبر مانجمنت اوف ازمه. اي سي اس هي الموست امبورتنت والسيفست ميديكيشن تو بي جيفن فور بيدياتريك ازمه انما في السن الصغير وي كان تراي انترميتنت شورت كورسز اوف انهيلد كورتيكوسترويد. اي سي اس بلس لابا مهمين قوي السمارت تكنيك ان ندي بخاخه واحده بخه الصبح وبخه بالليل سهلت الدنيا قوي بس بشرط ياخدها صح وعلمه صح ولازم عن طريق الايرو شامبر او سبيسر. اخر حاجه اهميه البيولوجيكال في السيفير ريزيستنت هايبر ايزينوفيليك ازمه. اند لاستلي ثانك يو فيري ماتش.